خارج القطاع الفلاحي تمكن الاقتصاد من خلق 338 ألف منصب شغل صافي خلال الفصل الثالث من 2024. ثالث تريمست لا كرياسيون دومبلوا 338، وذلك بفضل ديناميه التشغيل في قطاع الخدمات واشغال البناء. منذ بدايه السنه 177 الف منصب شغل صافي كمعدل في القطاعات اللي هي غير فلاحيه. الخدمات بروميير تريمست 250 الف منصب زائد، ولكن إذا شديتي على موين ديال العام دات 123. البناء دات 57 ألف في التروازيام تريمست، ستادير كو التروازيام تريمست يعني الحمد لله الاقتصاد ديالنا هو إيجابي وغادي للأمام. وإلا مشيتي للمعدل السنوي هي 16 ألف. الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية 23 ألف منصب صافي اللي تحدث في الربع الثالث من 2024، أي بمعدل إلى خديتي السنة 38 ألف منصب تم إحداثها منذ بداية السنة. اللي كنجيو الفلاحة تحت تأثير الجفاف، وكاين واحد الفاكتور أخر، تم فقدان 124 ألف منصب في الربع الثالث، وكاع داك الشيء اللي ربحناه مشى. 124 ألف منصب شغل اللي تفقدات، وبلي كتبدا من الاول السنه حتى لدابا راه هي 161 الف منصب صافي اللي تم يعني فقدانه.